أهلا بكم أعزائي مع اسم من الأسماء الجميلة في واحة المعرفة. معنى اسم رنا. اسم رنا من الأسماء الجديدة والتي أخذت شهرة وانتشرت بشكل كبير، وذلك لقلة حروفها وسهولة نطقها، وهذا سبب إعجاب الآباء بهذا الاسم. فهو اسم من أصل عربي مؤنث تنفرد به الإناث، فيطلق على الإناث دون الذكور. ومعنى اسم رنا هو استمرار النظر إلى شيء معين بسبب جمال وحسن هذا الشيء. وهناك بعض الغزلان يطلق عليهم اسم رنا، ويعني اسم رنا بأنها صاحبة الأصول، وتسمى في الهندية بالملكة صاحبة التتويج، وفي الإسكندنافية بالفتاة الجميلة أو الشجاعة، وتتميز في لغتهم بأنها صاحبة الأخلاق الرفيعة. حكم الشريعة الإسلامية في التسمية باسم رنا. اسم رنا من الأسماء المحبب تسميتها، ويرجع ذلك إلى أن الاسم لا يوجد به أي من محاذير الشريعة الإسلامية. صفات صاحبة اسم رنا: تتصف بالحب والحنان والعطف والنية الصافية والمشاعر الرقيقة. يحبها الناس حيث إنها كثيرة المرح، تحب الضحك والهزار، وتتعامل مع الآخرين ببهجة وسعادة. تحب أن تكون في المناصب القيادية، وتحب مساعدة الآخرين. مثقفة وتحب الاطلاع في الكثير من المجالات المختلفة. أنيقة في ملبسها، ولها ذوق خاص بها يجعلها مميزة عمن حولها. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من تسمى باسم رنا؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.